لا، المتحكمين بمقدراتنا اليوم يتحكمون بنا عشوائيا. إذا قلت على أسعد العيداني، أسعد العيداني حاط إيده على عدد من الأراضي، يعني مستحوذ. أما المواطن البسيط اللي يجي يقعد 200 متر، 500 متر، 150 متر، حقيقة يشيلوه ويعتبروه متجاوز. يعني هذا المتجاوز أنت من توخره، هذا إخلال بالأمن، إخلال بالأمن العام العراقي، هذا إخلال بالأمن. أنت لازم تعالج الأمور معالجة. العراق لا يبنى إلا بصيغة المعالجة، كيفما يذهب المريض إلى الطبيب حتى يحقق له دواء للعلاج. أنا مو أجي رأساً أبتر الناس وطلعها من الأرض حتى أنطيها إلى شركة مستثمرة والشركة ممتلئة وجايب لي شركات أجنبية. يعني خاصة اليوم بالبصرة، البصرة رأس العراق، إن بنيت البصرة بني العراق بالكامل، ذيقار علم العراق، إن بني الذيقار ارتفع علم العراق عالياً، بغداد بطن العراق، إن بنيت بغداد سلم الجسد من المرض، نينوى قدم العراق، إن بنيت نينوى وقف العراق على قدميه. أول مسألة، هاي الوطن اللي اسمه دولة، لو ما المواطنين ماكو دولة، أكو بس أرض فارغة. لو ما المواطنين بهاي الدولة وهاي الحكومة، لو ما أكو شعب ماكو حكومة، لكن الشعب موجود مو إلا أكو حكومة. مدى يعرفون قيمة هذا البلد؟ قيمة هذا البلد بأبنائه، قيمة هذا البلد بالعوائل اللي بيه، قيمة هذا البلد بالأصلاء، أبناء هذا البلد اللي دماءهم ملأت أرض العراق، اللي دافعوا عن العراق بقيمة. زين، أنت اليوم أول مؤسسة الواجب توزع لها قطع أراضي سكنية بمساحات واسعة، شنو 150، شنو 100، شنو 125؟ عيب عمي. العالم مو مثل العراق. العراق قبل 200 سنة كان مساحته